ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، تدفع وزارة الأشغال بكل جهودها للانتهاء من إنجاز مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر حسب الجدول الزمني المحدد. المشروع الذي تصل كلفته إلى 242 مليون دينار يخضع لأعلى معايير الجودة حسب المقاييس العالمية، ويعد من أضخم مشروعات البنية التحتية على الصعيد المحلي والدولي. يأتي مشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر كواحد من أهم المشاريع الاستراتيجية وواحد من أضخم مشاريع البنية التحتية في البلاد، والذي يعمل على رفع القدرة الاستيعابية المرورية لهذا الطريق بأجزائه المتعددة. يقع هذا المشروع في المنطقة الغربية من منطقة الكويت، يمتد من دوار شيراتون عند بوابة الجهراء إلى منطقة غرناطة. يتكون هذا المشروع من جسر من طريق علوي رئيسي طوله 7.2 كيلومتر ومنحدرات اجمالي طولها 10 كيلومتر، كذلك يحتوي على طريق تحتي بطول 716 متر وعرض 34 متر عند تقاطع الدائري الثاني، والذي يعلوه دوارين لحركه المرور العابره. ويتكون ايضا من طريق بطول 15 كيلومتر ارضي يتخلله 5 كيلومتر طريق رابط، تسع دوارات وثلاث تقاطعات. المشروع الذي يهدف إلى التقليل من الازدحام المروري وخفض نسب الحوادث ينقسم إلى 5 مراحل. المشروع طبعا يتكون من مراحل متعددة، 5 مراحل. المرحلة الأولى هي من الدائري الأول جانب قصر السلام إلى طريق المطار، والمرحلة الثانية من دوار مستشفى الصباح إلى منطقة غرناطة باتجاه صليبيخات، والمرحلة الثالثة من تقاطع مستشفى الرازي إلى تقاطع الغزالي، والمرحلة الرابعة من طريق المطار إلى تقاطع الغزالي، وآخر مرحلة اللي هي تقاطع طريق الغزالي. تستخدم في هذا المشروع أحدث التقنيات العالمية بتركيب قطع الجسور بكفاءة وجودة عالية. طبعا مميزات هذا المشروع ان استخدمنا طريقه سبان باي سبان، اللي هي طريقه البحور الكامنه، اللي هي طريقه تركيب الجسور القطعيه بقطعه لقطعه، بحيث انه يسهل عمليه انجاز المشروع ونوفر الوقت. وساحه الصب عندنا مساحتها 130 الف متر مربع ومغطيها لضمان سلامه وراحه العمال الى جانب الجوده. وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى ما يقارب 82%، ليكون هذا الطريق جاهزا في خدمة مرتديه عام 2018. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.